ايام الكليه تخصص الاطفال ده كان بجد صعب جدا، شباتر كتير ومواضيع كتير جدا وفي حاجات صعبه. لما نزلت الامتياز وبعد كده في الشغل ما حبيتوش برضه اكتر حاجه بصراحه، عياط كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال كلية الطب وفيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن تخصص جديد من التخصصات اللي الحمد لله أنا شفتها في الامتياز بتاعي لغاية دلوقتي، وهو تخصص طب الأطفال وحديثي الولادة. زي ما اتكلمنا قبل كده عن تخصص الجراحة العامة والطوارئ والأنف والأذن والنساء والتوليد، هنتكلم من حيث التعريف بتاعه وتجربتي الشخصية في الأطفال، وهل ممكن آخد التخصص دوت ولا لأ، مميزاته وعيوبه والسفر بتاعه والشغل البرايفت، كل ده إن شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو. طب الأطفال من أهم التخصصات اللي موجودة في الطب، وتخصص من أكتر التخصصات المتشعبة في أجزاء كتير جدا من الجسم. يعني بتلاقي دكتور الأطفال ده لازم يبقى مذاكر تقريبا البطنة كلها تماما تماما، ويزود عليها كمان شباتر خاصة بالأطفال زي مثلا الجروث والديفلوبمنت، زي النيونيت، زي الفاكسينيشن، الحاجات ديت مش موجودة في البطنة. فبالتالي هو محتاج يذاكر بطنه وبطنه كويس جدا، ويزود عليها كمان حاجات الاطفال، بالذات جزء الكونجنتال انوميليز، بالذات جزء السندرومات اللي موجوده في الاطفال. فالموضوع فعلا متشعب جدا ومش ملموم خالص. طيب يا جماعه، تخصص الاطفال زي اغلب التخصصات الاكلينيكيه في الطب هو بيتقسم لحاجات كتير جدا، من اولها العيادات والداخلي او الحجز بتاعها والعنايه والحضانات. من اهم الاجزاء برضو هو الطوارئ بتاع الاطفال. العيادات من اهم الاجزاء في شغل الاطفال، وبتشوف حالات، وانا شخصيا شفت حالات انت ما كنتش متخيل انت هتشوفها، انت مفكرها بس شغل نظري بس او معلومات في الكتاب بس، لا انت بتشوفها في ارض الواقع. ليه؟ لان العيادات فيها عيادات جنرال وفيها عيادات تخصصيه. التخصصيه ديت مثلا حالات قلب، حالات كلى، حالات سكر، حالات مش عارف ايه، فبتشوف المعلومات اللي في الكتاب عمليه قدامك كده. الحاجه الثانيه المهمه برضو، واغلب الناس هتحتاج الموضوع دوت سواء لعيالك انت او عيال اخواتك او اي اطفال حواليك، المعلومات اللي بتاخدها من العياده وبالذات العيادات الجنرال مش التخصصيه هتفيدك في كل حاجه. هتفيدك في خوافض الحراره، هتفيدك في المضادات الحيويه، هتفيدك في المسكنات، الميديكال ريبس بيك كتير برضو، يجيبوا عينات ادويه كتير قوي. تاني حاجه برضو، شغل الطوارئ بتاع الاطفال فظيع جدا جدا. كنت عملت شورتات على الموضوع ده قبل كده، وحاجات يعني انا اتصدمت شخصيا، اطفال بتبلع حاجات غريبه، فلوس، حجاره من الصغيره ديت، سموم موجوده في البيت، وبتعرف وانت في الطوارئ انت العيان ده هتمشيه على ادويه وتقول له خلاص روح روح، او هتحجزه عندك، او هتعالجه كحاله طارئه في الطوارئ عندك. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين نعرفها كلنا تقريبا في بيوت. بس من اهم عيوب الطوارئ ديت الزحمة اللي بتبقى موجودة طبعا، لان اغلب الطوارئ دي بتبقى ببلاش حرفيا، فتلاقي ناس كتير جدا جاية فيها، زن العيال والعياط والقلق بتاع الامهات. ممكن عيل يبقى جاي بس مجرد سخونية كده، وتلاقي امه جاية وتزعق وتتشال وتتهبد، وهو الموضوع مش مستاهل كل دوت، فالموضوع بيبقى غريب الصراحة. وزي اي طوارئ هتلاقي فيها خناقات، هتلاقي فيها ستريس جامد جدا، هتلاقي فيها شغل بعدد ساعات فظيع. برضو في التقسيمات بيبقى في تقسيمة للدخلي والحجز اللي موجود في المستشفى والعنايه، والموضوع ده برضو بيبقى ايه يعني ما فيهوش تفاصيل كتير، او مش هتحتاجه كحد امتياز او جي بي كتير جدا. اخر حاجه وهو شغل الحضانات، ومن اهم الشغل الموجود في الاطفال، ليه عيوب وعيوبه يعني يعتبر اكتر من المميزات بتاعته، لان الاطفال اللي في الحضانه بيبقى فيه يعني دقه فظيعه جدا في حساب الجرعات، في حساب المحاليل اللي بياخدوها، في حساب الادويه اللي بياخدوها. سن اللي هو بيبقى فيه قرارات كده ممكن تاخدها كريتيكال او تاثر على حياه الطفل مدى حياته بعد كده ومدى عمره اصلا، وبيبقى الدكتور يعني بعد ربنا اكيد هو الفارق بين الطفل دوت وبين الحياه او الموت. بس مميزاته ان الاطفال في الحضانه دي ما بتعملش اي رياكشن خالص، الاطفال كلها نايمه مفلطحه. المميز بقى في الحضانه شويه ان الشغل بتاعها بسيط، الهيستوري بتاع العيان اصلا ما بيبقاش كبير اصلا، هو العيان كله جاي لك 24 ساعة مولود، أو أقصى عيان مثلا هتلاقيه 20 يوم، شهر كامل. الهيستوري نفسه بتاع العيان مش هيبقى كبير قوي. ده بجد دي فعلا ميزة، لأن أنت أنا شفت الناس بتسلم ناس بقى في الدخل، الأطفال نفسه بيسلموا الحالات لبعض في ورق، ده جايبين كراسات، وعيل عنده أصلا سبع سنين ولا 8 سنين، اللي هو الحمد لله إن الحضانة بيبقى العيل عنده 3 أيام، مفيش هيستوري يتقال اتحط فين ولا راح فين ولا حصل له إيه، وإن هو عنده سنتين وبعد كده 3 سنين. فبس بقى في الحضانة في الأغلب لما بتحترف فيها الحمد لله يعني بيبقى الحالات كلها زي بعضيها، إلا لو مفيش حالات قوي طارئة يعني جات لك في الحضانة. نبدأ بقى في المميزات لطب الأطفال وحديث الولادة. من أهم المميزات اللي موجودة هي المعلومات اللي هتفيدك أنت شخصيا
شخصيا او الناس اللي حواليك او الاطفال اللي في العيله او ايا كان الشخص اللي هتفيده بالمعلومات ديت، بتشوف دكاتره بتكتب روشتات كويسه جدا للاطفال اللي في العيادات. تاني ميزه واللي مش هتظهر معاك قوي وانت امتياز، هتظهر معاك وانت مثلا نايب او اخصائي في الاطفال، وهي ميزه الشغل البرايفت. وتخصص الاطفال من اكتر التخصصات اللي مطلوبه في البرايفت، عيادات خاصه، مراكز، مستشفيات خاصه، في كل الاماكن اللي تتخيلها هتلاقي فيها اطفال هيحتاجوا فيها دكاتره، ودايما بيحتاجوا فيها الدكاتره الصغيرين اصلا عشان يدوهم مرتب صغنن خالص بالنسبه للدكاتره، يعني هو بيبقى مرتب صغنن وبيشتغل شغل كتير قوي فبيبقى مطلوب. لان الاهالي بتاعه الاطفال دي ما بيصبروش، يعني الواد يا دوبك سخن يلا نجري بيها الدكتور، الواد رجع نجري بيها الدكتور، عنده يومين وعنده مغص يلا نجري بيها الدكتور. فغير حاجات تانية، ممكن يبقى شخص مثلا عايش بحاجه محتاجه عمليه مثلا ويفضل عايش بيها 20 سنه وما يروحش يعمل العمليه اصلا. فتخصص بتاع الاطفال دايما هتلاقي الريت بتاعك عالي وهيحتاجوا فيها دكاتره. بس يعني نصيحتي الشخصيه لو حد في امتياز ما يشتغلش الاطفال ديت برايفت، لان هي صعبه والقرارات فيها بجد مش سهله جدا، الا لو فوقيك حد سوبرفايزر، حد اخصائي، حد استشاري هيديك معلوماته، او انت هتقعد فتره تتدرب برضو تحت حد كبير كده عشان ما تاخدش قرارات من نفسك من غير ما ترجع للسوبرفايزر بتاعك او الحد الكبير. فانا شخصيا بشوفها مسؤوليه قانونيه ودينيه خطيره جدا. تالت ميزه معانا، وان الاطفال فيها سب سبيشاليتي، يعني لو واحد مش عايز او هو لازم اصلا يبقى حد متخصص لو عايز يتشهر فعلا في المجال دوت، ياخد مثلا قلب اطفال، ياخد سكر اطفال، ياخد كلى اطفال، ياخد اعصاب اطفال. فجوه الاطفال في سب سبيشاليتي لذيذه وبتخلي الواحد يبقى بايونير كده في المكان اللي هو عايزه. من اخر مميزات وهو ان الاطفال تقريبا يعني الحمد لله ما بيكدبوش اغلبهم، يعني في الاعراض اللي عندهم محدش بيمثل عليك ان هو عنده مغص او عنده ترجيع او الكلام دوت زي ما بنشوف في الناس الكبيره شويه، فدي ميزه شويه. الاطفال بتكدب برضه. ندخل بعد كده على عيوب تخصص الاطفال. اول حاجه هو فيه مسؤوليه قانونيه ودينيه زي ما اتكلمنا في النقطه اللي فاتت. فالغلطه في تخصص الاطفال بصراحه بتبقى صعبه جدا، ولو انت فعلا حد مش فوقيك حد او مش مؤهل كويس فالموضوع فعلا بيبقى صعب جدا. يعني كنت قرات في كتب او من ناس سافرت بره ان حتى الشغل في الخليج او الشغل في الدول الاجنبيه بيبقى فيه ميديكال ليجاليتي عاليه جدا جدا، بالذات في تخصص الاطفال، لان هو بيعتبر الطفل دوت حد مسلوب مسلوب ايه، لان هم بيعتبروا ان الطفل شخص كده مسلوب الاراده، ان انت بتتحكم في كل حاجه هو بيعملها او في الادويه اللي هو هياخدها، فبيبقى فيه ميديكال ليجاليتي عاليه جدا. تاني عيب واللي احنا اتكلمنا عليه برده في النقطه اللي فاتت في المميزات، البرايفت السريع كميزة، بس العيب بتاعه ان انت لازم تجاري السوق. لازم لو اي ام جات لك كده يا دكتور انت ليه ما كتبتش مضاد حيوي، هتديها مبرر كويس وسبب كويس ولا مش هتعرف تقنعها، فبالتالي هتروح لحد بعدك يكشف عليه ويكتب له المضاد الحيوي الجميل اللي هياخده. فالعيل السخن اكتب له مضاد حيوي، العيل بيرجع اكتب له مضاد حيوي، العيل بيسهال اكتب له مضاد حيوي، العيل مش عارف بيلعب في الشارع اكتب له مضاد حيوي. مضادات الحيويه في الاطفال بتتكتب بدون داعي وبشكل كبير جدا جدا جدا، وهي الامهات اصلا بتبقى جايبه العيال يا دكتور احنا عايزين له مضاد حيوي، طب اكشف عليه، لا احنا عايزين له مضاد حيوي مش عايزين نكشف اصلا. لو انت فعلا ما عندكش مبرراتك القويه والاثباتات والجايد لاينز اللي انت هتمشي عليها صح، بجد الموضوع هيبقى صعب جدا وممكن تدخل في شبهه الفلوس اللي انت بتاخدها من الشغل دوت. موازنه في ان انت تحافظ على ضميرك وشغلك الجميل وبالجايد لاينز وبين الشغل البرايفت والسوق والعك اللي بيحصل، فالموازنه ديت بتبقى صعبه جدا. ان برضو العيوب الكتير قوي ان الاطفال محتاجه طول بال عشان بقى الاطفال بتاعتك الزباين بتاعتك اللذيذه دي تحبك وتلعب معاك. في دكاتره كده بتحط في العيادات بتاعتها بونبوني، مصاصات، العاب عشان يا بس العيال تحب العياده ويجوا تاني ما يخافوش من دكتور الاطفال. فلو سيادتك خلقك ضيق بلاش تاخد تخصص الاطفال. خامس حاجه، والاطفال مش لعبه يا جماعه، فيها كل حاجه، فيها نبطشيات وطوارئ واطفال لا قدر الله بتموت وحضانات وشغل جامد قوي، فخلي بالك من الموضوع ده كله. مش عشان هي اطفال او اسمها اطفال حاجه صغيره كده لا، فما يبانش ان هي حاجه صغيره، لا هي حاجه ضخمه جدا بصراحه. كده وهسيبكم مع فيديو الجراحه العامه اللي كنت عملته قبل كده عشان تسمعوه هيفيدكم كتير. ونقطه في كافيين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.